مين بده ياخد هالدولار هلا؟ Looks like somebody really likes shawarma. I mean, we don't want to get the full-size candy bars. We figured you'd want in. You threw my sandwich away. My sandwich! My sandwich! هيدي ورقة دولار يعني فيها تكون بين ايدين اي شخص بالبلد، نحن بنكبها خليها تنط من ايد لايد وصاحب هيدي الورقة اللي بتحمل الرقم بيربح جايزة قيمة من البنك مليون دولار.